إلى مدينة سيدي بالعباس وبالضبط من دائرة تنيرة لنتعرف على رجل الكهرباء. هو ذلك الشاب الذي يسري في جسمه التيار الكهربائي دون أن يتأثر، والأكثر من ذلك يستطيع وضع لسانه ويده ورأسه على 20 الفولت المنبعثة من السيارة دون أن يحس بشيء، بل ويستمتع بتذوق الكهرباء إذا كانت له طعم. مبكر هو أول رجل في العالم يستطيع إشعال النار بأصبعه يا جماعة، خاصة عندما يلامس البنزين. قدرته هذه مكنته من التميز في مهنة إصلاح السيارات لدرجة أنه لا يستعين بالآلات من أجل تجريب الكهرباء أو إصلاحها، فبات أهل سيدي بالعباس يتغنون بعبارة أنا بحر عليا والميكانيسيا لا. مصطفى الشيخ بن حميد اقترب من الشاب الذي يتذوق بلسانه الكهرباء ويشعل بأصبعه النار وبعث لنا هذا الروبورتاج. لكن حذاري يا شباب، حذاري من التقليد. إن تعرضت لساقات كهربائية مهما كان نوعها، إما أن يؤدي بك ذلك إلى الموت أو على الأقل يلحق بجسدك أضرارا بليغة. احتمالان كان ثالث لهما في تفاعل فقير أبو بكر مع الكهرباء الذي يتحمل جسده سعقات ومعدلات عالية من التيار، وهذا ما سنحاول إثباته رفقة هذا الشاب الميكانيكي ابن مدينة سيدي بالعباس من بلدية تانيرة. بجرأة كبيرة ولعدة مرات يحاول أبو بكر تذوق بلسانه بعض الكهرباء المنبعثة من بوبينة السيارة والتي تقدر بحوالي 20 ألف فولت، شدة لا يستطيع أن يصمد أمامها الإنسان العادي. دونك موتور هنا يضرب مارش وغادي نقلعوا الفيسون تاع البوجي ولا وهذا البوجي يخرج فوق 20000 فولت كما راكم تشوفوا. هذه الموهبة ملي بديت نتعلم هذه الميكانيك، بديت نمارس ميكانيك وتصلح سيارات، عارف يعني وجدت روحي نقدر نلمس الكهرباء بشكل عادي، ما عندي حتى مشكلة معه. ومام طون بهذا اللمس نتاستي لي بوجي، نتاستي اسكو البوبينة راها تخرج ماهاش تخرج، زعما لقيت فيه فائدة هذا وما نتأثرش باللمس. نتحكم فيه نورمال، مام تاع الكهرباء المنزلي يكون الثلاجه تكون الفريجيدان يكون ماصي ولا نلبسه بشيء نورمال عادي. وخلال هذه المرحله الثانيه من التجربه سيحاول رجل الكهرباء استعمال اصبعه كولاعه من اجل اشعال البنزين. هذيك كي تلمست قعد الكورون شغل يدور في الكور تاعي، حطيت اصبعي على البنزين شعل، دار شراره عن طريق الاصبع تاعي نورمال شعل عادي ما تاثرت به ما والو.
شكرا ابو بكر خونا ميكانيسيان، رانا لاقيناه في اي امور، في اي امبان، في اي حاجه. والحاجه اللي راها محيرتني راه يستعمر الكهرباء تاع السياره بعدة طرقات، بلسانه، بيديه، تيستي باي حاجه، زعما ما كانش واحد اخر يديرها من غيره. هذه انا نشوفها غريبه، بعد نهضر على نفسي انا ما نجمش نديرها. كورون واعره هذه زعما ما نجمش. لا مكان للتجربه هنا، حتى وان كانت خير دليل او برهان فالقدره التي يتمتع بها ابو بكر في تعامله مع الكهرباء العاليه لبوبينه السياره تجاوزت حدود المنطق والقواعد العلميه، لكن هذا الانسان تسري في جسده الكهرباء دون ان تلحق به اي ضرر. من دائره تانيره بولايه سيدي بلعباس، مصطفى بن حميد الشيخ لبرنامج مراسلون.